أعزائي المشاهدين، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج جي وقتك. يسعدني أن أرحب بصديقي الدكتور أوسم وصفي، وغني عن التعريف، خادم ودكتور نفساني ومن الفلاسفة ومن الكتاب. أنا مبسوط أوي أنك معانا النهاردة دكتور أوسم، أنا أسعد. ونكمل المشوار اللي بدأناه في إنسان الملكوت. بس عايز أقرأ بعض العبارات اللي جت على الويب سايت بتاعت البرنامج. سالي كاتبة بتقول: هو مفيش انسان عادي خالي من العيوب، لكن انسان الملكوت هيدخل الملكوت عشان هو داخل على حساب دم يسوع، وده بيخليه وهو عايش في الحياه على الارض يجاهد، مش عشان يدخل، لكن كاتبه كده بتوين براكتس: في بيت ابي منازل كثيره. بعدين احنا اوريدي قديسين في المسيح. عادل فتحي كتب قال: مقامنا في المسيح بلا لوم، لكن حالتنا كبشر تتغير. وجون مكرم كتب: مستوى حياة وسلوك يسوع المسيح. أعتقد بتكلم على إنسان الملكوت ده المستوى. عندك تعليقات على دول قبل ما ندخل في موضوع الحلقة النهاردة؟ عندي يعني تعليقات اللي هم كاتبينها يعني مثيرة للاهتمام جدا. يعني اللي كتبته سالي اسكندر، وأظن أن أنا عارفها، يعني فيه مفهومين قالتهم أنا عاجبني أوي عايز أركز عليهم، وفي مفهومين عايز أحط عليهم علامات استفهام. يعني المفهوم الأول هو داخل على حساب دم يسوع، ده مفهوم لازم نحط تحتيه خط، إنه ليس أحد يدخل الحياة بمجهوده، أننا مخلصون بالنعمة، الخلاص بنعمة الرب يسوع المسيح وعلى حساب ذبيحة المسيح الكفارية. النقطة الثانية اللي برضو عايز دي مفيش خلاف عليها، مفيش خلاف عليها. النقطة الثانية اللي أنا برضو عايز أحط خط تحتيها وأوافق عليها وأحط صح عليها، هي قالتها برضو: وهو عايش في الحياة على الأرض بيجاهد. دول مبدئين أنا موافق معاها جدا، موافق معاها جدا عليهم. بس في تعبيرين عايز أحط شوية علامات استفهام عليهم، لأنه فيهم لبس شوية. هيدخل الملكوت، يعني تعبير هيدخل الملكوت، سوف يدخل الملكوت، ده بيعبر أو بيشير إلى مفهوم معتاد موجود في الثقافة المسيحية، إن الملكوت هو السماء، والإنسان لما يموت هيدخل الملكوت عند البعض، باعتبار إنه ده شيء في المستقبل في الأبدية. لما يموت هيدخل الملكوت، مكان هناك لما نموت، إنه مكان هيدخل إليه الإنسان في نهاية حياته. لا، إحنا أكتر من مرة تكلمنا عن أن الملكوت، وناس كتير اتكلمت عن أن الملكوت هو مش مكان ومش بعد الحياة هنا على الأرض، لكنه حالة روحية يبدأ فيها الإنسان هنا على الأرض وتستمر بشكل آخر في السماء. ده حاجة. حاجة تانية، المفهوم برضو اللي هو يعني قديسين في المسيح، ده أنا عايز أحط عليه علامات استفهام، مش لاني بشكك في هذا المفهوم لان ده مفهوم كتابي، لكن المفهوم ده ربما يستخدم بطريقه خاطئه. يعني في تعبير كده في الثقافه بتاعتنا بيقول: كلمه حق اريد بها باطل. هذا كلام حق، لكن في مرات يستخدم لباطل، بمعنى اني انا قديس في المسيح خلاص، فانا لا احتاج الى شيء ولا الى جهاد ولا تغيير. خلاص، هو الواحد عايز ايه من الدنيا غير يبقى قديس؟ ده قديس. لكن أنا عايز أحط جنب مفهوم ده مفهوم أو عبارة قالها المسيح، قال: كونوا قديسين. فهي حالة بتنقل لها حاجة، بأبذل فيها مجهود في أناقة. يعني ما بيتكلم، هي دي متاخدة من لما بولس الرسول بيخاطب مؤمنين في كنائس بيقول لهم: أنتم قديسين في المسيح. لكن هذا لا يعني أبدا أنهم ليسوا في حالة تقديس مستمر. هذا لا يعني أن هؤلاء الذين هم قديسين في المسيح هذه حالة استاتيكية وانتهت. لا، الذي هو في المسيح دليل كونه في المسيح أنه قديس، أنه يتغير، أنه ينمو في القداسة، أنه يطيع وصية المسيح التي يقول فيها:
كونوا قديسين كما ان اباكم في السماء هو قدوس. وفيها تغيير مستمر بين كونوا نفس الفعل ونفس الكلمه بتوحي في طيات المعنى بكده. لو مجرد الايمان يجعل الانسان قديسا بالكامل ما كانش المسيح يقول كونوا قديسين، كان يقول لهم كنتم قديسين او اصبحتم قديسين او ايها القديسين. بيقول كونوا قديسين بمعنى تقدسوا بشكل مستمر. الاخ عادل فتحي بيقول مقامنا في المسيح بلا لو، لكن حالتنا كبشر حلو قوي العباره دي، جميل جدا. بس ان كان لنا مقام في المسيح حقيقي فحالتنا كبشر تتغير للافضل، نكون شبهه. اعتقد دي اللي هي بقى جون ماكرن بقى بيقول مستوى حياه ويسوع وسلوك يسوع. هما جايين بترتيب كويس على فكره، حاطينهم بترتيب كويس. يعني مقامنا في المسيح بلا لوم، لكن حالتنا كبشر ان كنا في المسيح فان حالتنا كبشر ينبغي ان تتغير للافضل. وما هو هذا الافضل؟ هو مستوى حياه وسلوك يسوع المسيح. طيب انت في كتاب انسان الملكوت اعتقد على ما اعتقد في الفصل السابع او الثامن قلت عباره كده، كاتب عباره عايز اقف عندها شويه. بيقول انسان الملكوت يؤمن ان الحياه الحقيقيه تمر من بوابه الموت. انت تقصد ايه بالموضوع؟ شيء جميل جدا، لانه وهذا مفهوم في من مفاهيم الملكوت محتاج توضيح جدا، لانه برضو من الحاجات التي اسيء فهمها على مر العصور، واتهمت المسيحيه اتهاما بالباطل وبالزور، واحيانا اتهاما بالحق. يعني اتهمت بالباطل عندما فهم ان الكتاب المقدس يحض على ذلك، واتهمت بالحق عندما فعلا وجه لفت البعض انتباه المسيحيين انهم يمارسون تحت شعار اماتة النفس امراض كثيرة. النهارده عايز اتكلم على الاماتة. الحياة بقى ديت، حياة الملكوت اللي بتنمو وتتغير، لكي تنمو يجب أن حياة أخرى بسبب الخطية اشتبكت معها تتضاءل وتموت. يعني إن كان هناك موت فيا وحياة وليدة، لكي تنمو الحياة الوليدة يوميا يجب أن تموت الحياة الميتة يوميا أيضا. احنا عايزين نفسر للمشاهدين ما هنفسر علشان العبارات دي في منتهى العمق يعني محتاجين هديك مثال. مثلا ومثال استخدمه المسيح، ولم تقع حبه الحنطه في الارض وتمت فهي تبقى وحدها. فما تبص على حبه الحنطه ديت، حبه الحنطه ديت عباره عن ايه؟ جنين حي وفي قشره ميته. القشره دي ضروريه لوجود الحبه دي في هذه البيئه التي بلا ماء عشان تحفظ الجنين من انه ينشف. الى ان ياتي اليوم اللي هذا الجنين تصله ماء فينمو. لما بينمو هذا الجزء الحي، الجنين الحي ينمو بطبيعه الحال القشره الميته دي بيحصل لها ايه؟ بتقع بتموت. ففي عمليه الحياه يجب ان يصاحبها دائما عمليه موت. حياه الحي يجب ان يصاحبها دائما عمليه موت الميت. الصوره دي توضحها برضو بولس الرسول لما قال ايه؟ لما قال انا في خصوصا بعد بقى يعني لما بيوصف في روميا 7 حاله الانسان اللي دبت فيه الحياه الروحيه. بنطلعها عشان نقراها لانه في عندي اسئله فيها كتير. دبت فيه الحياه الروحيه وسلم حياته للمسيح واقتنع بناموس الله وقال انا عايز اعيش ده. في عندي إرادة وليدة روحية إني أريد أن أحيا ناموس الله، أريد أن أحيا للمسيح، أريد أن أفعل الحسن بذهني، أصادق ناموس الله أنه حسن. لكن اكتشفت إن في كيان متكامل ضد ده، في كيان آخر. بس بولس هنا بيتكلم على حالته بعد الإيمان. لكن قبل الإيمان هو ميت. بالظبط. فهي لا، هي الفكرة اللي أنا عايز يعني نقابلها مع بعض. معلش دكتور أوسن، الموضوع ده في تعليم لاهوتي وفي نقاش. فكرة الحبة في أصلها حي بس السلوك هو اللي ميت. ده اللي أنت عايز تقوله. الحبة الناشفة دي جواها الحياة. بس ميتة بمعنى انك لو سبتها كده مطرحها الى الابد مش هتنبت. بس في جواها امكانية الحياة. يعني
يعني انت عايز تقول يعني إيه؟ ليس فيها حياه في ذاتها لكن فيها امكانيه الحياه، فيها امكانيه الحياه لكن لا تستطيع ان تخلص نفسها، انجاز التعبير. لا ولان بالخطيه حبلت بي امي بالاسم وصورته، فانا ما ده برضو ما هي دخل الحتت. انا عايز الناس تفهم برضو لانه برضو في لبس جامد بين الحتتين دول، في لبس جامد بين الحتتين دول. اولا فكره الخطيه الاصليه، بالخطيه حبلت بي امي، هذا لا يعني ان الانسان ليس فيه امكانيه الحياه. ما معنى الخطيه هنا؟ هل الخطيه هنا معناها ان الانسان ليس فيه امكانيه الحياه، ليس فيه اي شيء صالح؟ ده بيرجعنا الى ما اظنش ان الساده المشاهدين يعني هيقدروا يتعمقوا معانا في هذا النقاش اللاهوتي، لكن في عقيده لاهوتيه اسمها الفساد التام. كويس، برضو هذه عقيدة فهمت خطأ. الفساد التام لم يقصد صاحب هذه العقيدة بالفساد التام بالنسبة للإنسان. وأنا سألت في كده ناس دكتورات في اللاهوت، كالفن بالذات في اللاهوت، هذا الشخص اللي كتب الكلام. ليس معناه أن الإنسان ليس فيه صلاح، ولكن معناه أن الإنسان في كل نواحي حياته يوجد فساد. بمعنى أديك تشبيه يعني ممكن نستخدمه كده، لو أنت عندك بيتزا كده، البيتزا دي متقسمة سلايسز يعني مثلثات كده. كويس، الفساد التام ان في كل مثلث من المثلثات في فساد. البيتزا دي ما تشتريهاش، ما تاكلهاش، لكن هل معنى كده ان البيتزا دي ما فيهاش اجزاء صالحة؟ فيها، لكن البيتزا دي الاثنين فساد تام. بس اقصد، اظن ان اللي كان يقصده كالفن هو دي مش دي. مش معنى ان مفيش حاجه خالص سواد كده، لكن ان الفساد تغلغل في كل داخل الإنسان. اجزاء الانسان. بس هل ده بيجي فكره في فساد، شعوره في فساد الى اخره؟ انا يعني همشي معاك يا دكتور اوسم عشان نوصل لحل. لو الصوره بالمنظر ده، هل الانسان كده في امكانيه الحياه بنفسه؟ مش بنفسه، ما احنا قضيتنا في هذين الجزئين، امكانيه الحياه وبنفسه. امكانيه الحياه بنفسه لا، يبقى هو كله على بعضه ما ينفعش. بالظبط، الحبايه دي اللي انت حاططها، ما ده البارادوكس يعني اللي لازم نفهمه، هذا التناقض الظاهري اللي لازم نفهمه، لان لو ما فهمناهوش اظن عدم فهمنا ليه ادى الى ممارسات مسيحيه عبر العصور بسبب هذا الفهم الخاطئ في تصوري عديده جدا. ميل المسيحيين للاحساس بالذنب، ميل المسيحيين للانسحاب من الحياه الى اخره. هذه الحبايه، حبايه فول ناشفه دلوقتي قدامي، هنحطها هنا، هنقعد 2000 سنه ما بتحياش. ليه؟ لانها لا تستطيع ان تحب نفسها. لكن في الوقت اللي فيه هي بين قوسين ميته، هي فيها امكانيه الحياه؟ فيها امكانيه الحياه، بس مش من ذاتها، مش من ذاتها. لا تستطيع ان تخلص نفسها، لكن عندها امكانيه الحياه. والتطبيق لده بقى، واحد زي سي اس لويس مثلا قال ايه؟ قال فكره ان الانسان ما فيهوش صلاح خالص دي، اللي هي ديت، قال في رايي فكره شريره، فكره من الشيطان. تخيل بقى قال ايه؟ قال انه لو كده، if we بالعربي الانجليزي كده، if we were totally deprived بهذا المفهوم we wouldn't have realized it. يعني ان كنا مش ادركنا، ان كنا فاسدين بهذه الصوره لما كنا استطعنا ان نسمع صوت ابن الانسان الذي يدعونا للخروج. تاتي ساعه وهي الان حين يسمع الاموات. الاموات، هو الاموات بيسمعوا ازاي؟ لان لديهم امكانيه ان يسمعوا، لكن لن يستطيع احد ان يخرجهم من القبر زي العازر. يا العازر هلم خارجه، دبت الحياه في العازر فخرج الانسان. الحبه، المثل اللي قاله المسيح ده، الحبه فيها جنين صالح للحياه لكنه لا يستطيع ان يحيا. واذا جبنا المثل الثالث بقى بتاع بولس الرسول، بيقول ايه لما بيقول ويحي انا؟ ادرك بقى لما دبت الحياه في كيانه الحي ده، لما الجنين الحي ده بتاع البذرة، خلينا نقول مش الحي، القابل للحياة، شرب مية فاق كده،
فانت بتقول بالظبط ان دي حاله المؤمن بعد الايمان. بعد ما دخلته الرساله، دخلت الميه، وهذا الجنين القابل للحياه ابتدى يشعر، صحي وبقى عايز. والدليل المنطقي على حياته انه ابتدى ينمو. احنا دايما بنقول ان دليل على ان في حياه حصلت النمو، فيبتدي عايز يطلع ساق، عايز يطلع جذر، بس في موت مكلبش فيه لسه. فهو استخدم كمان تعبير روماني، انت عارف القصه ديت بتاعه، انه كانوا يحكموا على الناس بالاعدام في انه جسد حي يربطوا بيه جسد ميت، ويبقى ده عايز يعيش وده بيموت، وكل ما ده بيموت بيموت اللي معاه. فدي الحاله دي، ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت. انا عايز ارجع لروميا 7 وعايزين نقف عشان المشاهدين بيتفرجوا معانا يستفادوا، لانه الصراع ده الصراع الحقيقي الداير على الارض دلوقتي للمؤمنين. فانا عايز اقرا الجزء دون علشان المشاهدين يتابعوا معانا من روميا 7:14. بيقول فاننا نعلم ان الناموس روحي، واما انا فجسدي مبيع تحت الخطيه. فجسدي مبيع تحت الخطيه، جسدي هو روحي، فجسدي روحي مبيع تحت الخطيه، وانا جسدي. لاني لست اعرف ما انا افعله، اذ لست افعل ما اريده بل ما ابغضه فاياه افعل. الصراع بيتكلم يعني بيتجلى في صور مختلفه. فان كنت افعل ما لست اريده فاني اصادق الناموس انه حسن. فالان لست بعد افعل ذلك انا بل الخطيه الساكنه فيا. فاني اعلم انه ليس ساكن فيا اي في جسدي شيء صالح. ليس ساكن فيا اي في جسد، فبيتكلم هنا على الجسد. لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة فيا. إذا أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي، فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت. ويكمل على واضح إن هو بيتكلم عن كيانين، واحد حي ويحيا وواحد ميت ويموت. وإن لم يميت الإنسان الميت فإن هذا الميت سيعيق حياة الحي. يعني زي مثلا في بعد الشر عن السامعين كلنا، واحد جات له غرغرينة في رجله، يعني الجزء ده من جسمه ميت، لازم اقطعه وإلا هيموت. فهو ده مهم جدا بقى في حياة إنسان الملكوت، ليس فقط إنه هذه الخليقة الجديدة التي صنعها في خلقها خليقة جديدة، خلقها فيها المسيح بالروح القدس تنمو، لكن لن تستطيع أن تنمو بشكل كامل إلا إذا كانت الخليقة الميتة ديات الجسد الإنسان العتيق تموت، لازم يومتها. ما هو الكلام ده يا دكتور أوسن بالنسبة لتفرجوا علينا كلام وعظي تأملي وعظي. أنا أعمله إزاي؟ أنا أميت أعمال الجسد، بيقول أميت أعمال الجسد بالروح. الله ينور عليك. فإحنا عايزين الناس تستفاد النهارده، فعايزين نديهم حاجات عملية إزاي أموت بالزبط. إزاي الصراع ده يحسم لإنسان الملكوت مش للإنسان اللي في الأرض. بالظبط. انا قصدت في هذا الكتاب اني اكون عملي جدا، واخد بقى حضرتك، يعني حضرتك اشرت ليه بدايه الفصل الجزء الثاني اللي هو عنوانه انسان الملكوت يؤمن ان الحياه الحقيقيه تمر من بوابه الموت. ده كان بتاعي شابتر 7 او ده إيه؟ ده لا ده 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 الجزء الثاني اللي هو مكون من عده فصول. أوكي. بقى حضرتك الفصل السابع اظن والثامن والتاسع. ففي الفصل السابع والثامن والتاسع انا اخذت فقرات كتابيه، وكنت قاصد في كل فصل ان انا اشرحها وبعدين اشوف ادي تطبيقات عمليه نعمل ايه. فمثلا الفصل السابع الفقره الشهيره جدا حطيت فقرتين، اللي هي الفقره بتاعت روميا 7 اتكلمنا عليها، والفقره الشهيره بتاعت روميا 12 اللي هي بيقول تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه. طيب قبل ما ندخل في الحته دي نعرف اعمال الجسد للمشاهدين علشان ما المشاهد اللي قاعد يعني فتفريق مهم جدا وانا قدمته هنا ما بين الجسد اللي هو الجسم وما بين اعمال الجسد، يعني اعمال الطبيعه الميته دي الخطيه، يعني بكلمات بسيطه. ففي رساله روميا بيبتدي روميا 12 يقول اطلب اليكم ايها الاخوه برأفه الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه. يعني الجسد الكيان الميت ده لازم تقدمه ذبيحه، لازم تميته. ما
مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم. هيرد بقى المشاهد يقول لي ازاي، قول لي كلام عملي. فبولس الرسول بيقول له ازاي، واحنا في ازاي ديت اللي بيقولها هنا في رومية 12 اتكلمنا فيها في حلقات سابقة، تجديد اذهانكم. يعني كأنه بقى في هذين الكيانين، كيان الملكوت بيفكر بطريقة وعنده قيم وبيتعامل مع الحياة من منظور وبفكر، وإنسان الجسد الإنسان العتيق له فكر آخر. عشان كده إحنا بدأت الكتاب الجزء الأول والجزء الأكبر، إن كان ده شعاره إنسان الملكوت، الجزء الثاني شعاره إنسان الملكوت يؤمن الحياة تمر بوابة الموت. فالإنسان الجزء الأول كان عن شعاره إنسان الملكوت إنسان صاحب فكر خاص، يعني انت فكره مختلف. ببساطة عايز تقول انه السيطرة على الذهن وعلى الافكار اسيطر على ما ينتج عن الجسد. بالظبط. الصفة العامة لفكر الجسد، الجسد ده ليه فكر مميز ولازم ندركه عشان نعرف نموته، لانه هيطلع فينا كل شوية فنموته، يطلع فينا عشان كده بيقول ذبيحة حية. ايه الفكر بتاع الجسد؟ انه القيمة العليا هي انا. ده دي القضية الكبيرة. دي القضية الكبيرة. القيمة العليا هي أنا، هو أكثر شيء مضر لأنا، مع إني فاكر إن الأنا دي اللي هتفيدني طلعت بتضرني. مسألة خبيثة جدا. أنت عارف إيه؟ لما بقول لك زي ما بقول لك المثل بتاع بعد الشر، يعني رجل رجل فيها غرغرينة، هقول لك اقطعها، تقول لي دي رجلي. حد يقطع رجله؟ حد عاقل يقطع رجله؟ لو تخيل بقى كمان لو هي فيها غرغرينة ومش باينه ومش سودة ومش معفنه ومش ريحتها وحشه، هخليها. هخليها. فهي المساله في منتهى الخبث. طب هنا لما بيقول لا تشكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم تختبروا ما هي اراده الله الصالحه المرضيه الكامله. وبعدين بقى في جزء تاني بقى بعد كده بيقدم فيه بقى بشكل عملي جدا، فاني اقول لكم بالنعمه المعطاه لي أن لا يرتقي أحد فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل أن يرتقي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. كأنه بيقول أدي فكر الجسد، فكر العالم، وده فكر الملكوت. فكر العالم أنا عايز أكون بالعافية، عايز أكون حد تاني، عايز أكون نموذج معين، نموذج كامل، أخد جمال ده مع ذكاء ده مع شهرة ده مع فلوس ده وأفضل فاشل ومحبط لأني مش بوصل لده. بالظبط. وابقى ايه؟ ابقى ربنا، ابقى الاله. ما هي دي الخطيه الاصليه، تكونان كالله. انما بقى فكر الملكوت بيقول ايه؟ اقبل نفسك زي ما انت، واقبل الناس زي ما هم. الا يرتقي احد فوق ما ينبغي، يرتقي الى التعقل. هنا بقى العقل بقى، انه انا لا اريد ان اكون كل شيء بل اقبل نفسي كما انا. طيب ليه؟ لأنه القيمة في ملكوت الله ليس أن يكون لديك خمس وزنات، لكن أن تتاجر في وزنتك صرف النظر. يعني نفس المقابلة بين الفكرين دول اللي بيقدمها بولس الرسول هنا في روميا هي نفسها اللي قدمها المسيح في مثل الوزنات. فكر العالم وفكر الملكوت. وفكر العالم ليه منطق ويتهيأ لك أنه صحيح، لكن لما تحط فكر الملكوت جنبه تقول الله صحيح. من غير فكر الملكوت تحس ان الحاجه عدله، تحط جنبها الزيج المستقيم تشوف اعوجاجها. يعني مثلا فكر العالم في مثل الوزنات، جه السيد ادى خمس وزنات لواحد، وادى الواحد ثلاثه وادى الواحد واحد، وبعدين ابو خمسه ده تاجر ربح خمسه، فقال له وبالحرف متكرره ما فيهاش اي تغيير، نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، ادخل افراح سيدي. حلو. جابوا ثلاثة ده تاجر وكسب ثلاثة، فقال له نفس الكلام، حتى في الإنجيل بيكررها بالحرف، ما بيقولش قال له مثل ما قال الأول. هم متساويين رغم أن الوزنات مختلفة. يقوم أبو وزنة ده بقى يفهمش الدنيا ماشية إزاي في الملكوت، يفهمش أنه ما يقارنش الخمسة بالثلاثة، لكن يقارن الخمسة كسب خمسة يبقى 100% والثلاثة كسب ثلاثة يبقى 100%. فإداني وزنة واحد، يقول ايه؟ انا ليه ما خدتش خمسة؟ طب ليه ما خدتش ثلاثة؟ الدنيا اقل منهم كلهم، يبقى ما بيجيش. ده فكر العالم، ده فكر الجسد.
وتبص له كده بمنطق عام تلاقيه ليه منطق. ده واحد خمسه، ما هو واحد يدي واحد خمسه، واحد ثلاثه، واحد واحد، يعني مش منطقي برضه يقول لك انه بيحب ابو خمسه اكتر من ابو ثلاثه اكتر من ابو واحد. ادي النمره واحد. وبعدين قال لك ايه؟ شوف ده قال له تاجر، تاجر ربع خمسه. ما هو معاه راس مال كبير، هتلاقي اسباب طبعا، هتقعد ثلاثه عنده فرصه ينجح، لكن انا معايا وزنيه واحده. طب انا اقدر بقى ان انا تاجرت بيها وخسرتها، هيجي يقول لي فين يا باشا؟ هقول له معيش. لا يا عم انا ما خاطرش وادفنها، وعشان لما يجي يقول لي اتفضل وبتاع. وهو ده التعقل بالنسبه لاهل العالم. شوف بقى منظور الملكوت ايه. لو الشخص ده عنده فكر الملكوت، ادى ده خمسه لما تاجر ربح خمسه قال له نعما، ادى ده ثلاثه لما تاجر ربح ثلاثه قال له نعما، اداني واحده تتصدق بيحبني اكتر منهم؟ ده انا مطلوب مني اقل. ده انا لو ربحت لي وزنايه واحده انا جبت 100% ابقى زيهم. ده بيديني الكره مقشره انا والجون. ده يمكن هو عارف قدرات ده، وعارف ان هو يقدر يجيب 100% فبيديله خمسه و و و وانا عارف قدراتي اقل. ده انا ممكن اعمل 200%. وده فكر العالم. والمسيح كان في اكتر من مثل بيقدم المنظورين دول. الولد الابن الاكبر والابن الاصغر. يعني العمال في الكرم اللي اشتغلوا من اول النهار اشتغلوا من اخر النهار. العالم بيبص من ناحيه انا عايز. ما هو ده الصراع اللي موجود، ما هو ده هيفضل الصراع اللي بيتعب المؤمنين وبيتعب اللي قرروا يعيشوا. انا عندي تليفونات كتير قوي طبعا أكيد. وانا مستمتع بالحوار بس مضطر اخد مستمتع بالتليفونات كمان. اهلا بيكم، مين معانا؟ الخير. ازيك يا سعد؟ اتفضل يا سعد من الاسماعيليه. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك واهلا بالدكتور اوسن. اهلا بيك. يعني انا كنت عايز اتكلم في نقطه. اتفضل. ما فيش شخص ما يتمناش انه يوصل للملكوت، ويتمنى هذه الحياه ويتمنى يكون في هذا المكان الجميل اللي كلنا بنسعى من خلال حياتنا وتصرفاتنا كلها اللي احنا بنعملها في حياتنا اللي في النهايه ان احنا نوصل للملكوت. بس هل في الوقت اللي احنا فيه في مقاومات رغم صعوبه الحياه اللي احنا عايشينها، الازمات اللي احنا عايشينها، نقدر ازاي نوصل للنقطه دي ان في حاجات كتيره معاكسه لينا نفسيا؟ الدكتور اوسن عارف الموضوع ده، خلي الانسان يبقى ماشي في سكه صح لما ممكن يتجه لاتجاه ثاني ممكن يكون مش مظبوط او مش كويس، خلينا نحاجر عن الطريق اللي هو عايز يمشي فيه. طب كمل معانا الحلقه واحنا هنجاوب على الجزئيه دي، انا حاططها عندي في النقط اللي اتناقش فيها مع الدكتور اوسم، لان عارف انه ده موجود والناس بتقوله انه احنا مصدقين ومؤمنين وحاولنا بس فشلنا، والضغوط النفسيه اللي بنعدي فيها في اسئله كتير في الاتجاه ده، فخليك معانا لنهايه الحلقه وهنكون بنجاوب على السؤال ده. طيب سمعت سعد يا دكتور اوسم في الجزء اللي بيقوله، السؤال ده بيدور في ذهن الناس كتير قوي، او التحديات دي. هو مش سؤال استفهامي، هو عرض الواقع الحياه الذي مليء بالتحديات، وقد كان كذلك في كل العصور. ما هو احنا بنتكلم عن جهاد زي ما كان بتقول الاخت سالي، انه ده بيخليه يجاهد في هذه الحياه. الجهاد مفروض اني انا ببذل مجهود وفي معوقات، ده شيء طبيعي. والمعوقات النفسية اللي بتكلم عنها دي اللي موجودة في هذا العالم ناتجة من هذا الفكر. يعني أكبر مدرسة للعلاج النفسي في العالم النهاردة اسمها المدرسة المعرفية. بتقول إيه المدرسة دي؟ Cognitive Behavioral Treatment. بتقول إنه سلوك الإنسان ومشاعره ومشكلاته أغلبها ناتج من فكرة خاطئة. حتى الاكتئاب. هذه الفكرة، ما هو هذا الراجل أبو وزنة واحدة اكتئب ودفن وقعد عامل كده ليه؟ لانه دخلته فكره خاطئه انه سيفشل ففشل فعلا. ساعات الافكار دي بتبقى مسيطره عليه لدرجه انه مش قادر يتخلص منها بالظبط، فمش عارف يجاهد. فنعمه الله وعملنا مع بعضنا البعض زي الكورس اللي كنت بتكلمني عنه ده وغيره 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 وغيره، يجب ان الكنيسه تقدم للبشر برامج تدريبيه لكي يتم تفصيص وتجزيء هذا الذي يقوله بولس الرسول في روميه 12 بتاع تغيير وتجديد الذهن. لازم بقى ننزله
لواقع ايه الافكار. يعني ده مفهوم عام انه الطريقه الاساسيه لفكر انسان العالم هي انه يريد ان يكون وانه منحصر في نفسه، هذا الذي كان عنده وزنه واحده منحصر جدا في نفسه ويقارن وكذا وكذا وكذا. ده بالنسبه لاوسم ايه بقى؟ في حياه اوسم ايه؟ في ماضي اوسم ايه؟ في طفوله اوسم ايه؟ في ابو اوسم ايه؟ في ام اوسم ايه؟ في اصحابي في زمايلي في العمل مع مراتي كذا 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 كذا. واتدرب بقى اني اقدم جسدي ذبيحه حيه، يعني امارس يوميا فحص افكاري والحكم عليها بهذا المقياس منطق الملكوت في مقابل منطق العالم، واميت منطق العالم بمنطق الملكوت واحيي منطق الملكوت. لما تجي لي الفكره دي بقى انا دلوقتي عندي فكر الملكوت، انا ابو وزنه واحده ده او اللي اشتغلوا من اول النهار، اللي اشتغلوا من اول النهار فكر العالم بيقول انا اشتغلت 10 ساعات وخدت دينار، وده اشتغل ساعه وخد دينار، يبقى انا حاسس بالظلم، الراجل ده ظالم، انا عايز حقي. فكر العالم يقول اشكرك انت راجل صالح لانه فعلا انت قلبك حلو، ان الراجل اللي اشتغل ساعه ده محتاج دينار عشان يعشي اسرته. ده انا كنت بفكر وانا بشتغل طول اليوم ازاي انا هروح بدينار اعشي اسرتي، وده هيروح مثلا بثلاثه ساغ، هيعشيهم بايه بثلاثه ساغ؟ ده انت راجل فعلا، انا الواحد يحب يشتغل معاه. طريقه تفكير مختلفه تماما. انا معايا تليفونات تانية، اهلا بيكم. مين معانا؟ سمعان اهلا بيك، اتفضل. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اتفضل يا سمعان. الو. الو، اتفضل معاك. ربنا يبارككم ويجزي السامح دكتور اوسم، ربنا يستخدمكم. يباركك يا حبيبي، ميرسي. انا عندي مشاركه على هي سؤال، يعني حاجه كده بسيطه. اتفضل. هل يتمثل انسان الملكوت كما ورد في كلمه الله عن اخنوخ اللي بيقول عنه الكتاب وصار اخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الرب أخذه، أو هل يتمثل هل في المزمور الأول الإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يخش إلى آخر المزمور؟ طبعا هو اللي بيتمثل في العشار اللي طلع يصلي، قعد يصلي وقرع على صدره وما قدرش يرفع وجهه. بمين يتمثل؟ يعني إنسان الملكوت افضل صوره ليه في مين في الثلاثه دول؟ حاضر. معانا تليفون تاني ومع جون، اتفضل. ايوه مساء الخير يا حضره الاخ. اهلا يا جون، ازيك؟ مساء الخير الدكتور اوسم. نور. الحقيقه انا عندي سؤالين صغيرين جدا. الجزء الاولاني في السؤال هو يعني هل الجهاد من انسان الخطيه ده ممكن ياخد العمر كله؟ يعني في حد ممكن يعيش صارع وهو مؤمن جسدي طول الوقت لحد ما ينتقل؟ هل في يعني ده وارد؟ السؤال الثاني يمكن يكون له علاقه بالاولاني، هو ايه علاقه القيود الروحيه اللي حضراتكم اتكلمتوا عن الحق اللي جواه الحياه، لما بنتكلم عن الحق اللي بيحرر من قيد معين او كده، ايه علاقه القيود اللي ممكن تبقى مسيطره على حد ما تنتهيش الا بشكل معين؟ بعض الناس بيظن انه بصلب وضع اليد او بجسد الخطيه، هل ده ضد ده ولا مش عارف؟ انا عارف اسال ولا يا جون وصلت خالص. معانا تليفون برضو من بنت الرب من امريكا، اتفضلي. هلو يا عندي سؤال. يا اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير لكم. اهلا بيك. الو. ايوه اتفضلي معاكي. الو. اوكي. الوزنه هي بس ربح النفوس ولا الوزنه ممكن تكون شيء ثاني يعني؟ اوكي حاضر. سؤال جميل، اشكرك انك سالتين. طب خليكي معانا وهنجاوب على كل الاسئله دي. دكتور اوسم معانا سمسم، معلش معانا شويه تليفونات، اتفضلي يا سمسم. اهلا يا سمسم، اتفضل. سمسم ممكن توطي التلفزيون شويه او تقفله وتوطيه ايوه اتفضل. ايوه يا سمسم اتفضل. ايوه مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. انا على فكره بستنى البرنامج من الساعه 9
عشان البرنامج عجبني خالص وبرنامج لذيذ جدا، ورب يبارككم على الوقت الحلو والجميل اللي بتقدمه العظيم. ميرسي، شكرا، ربنا يباركك. بقول لحضرتك ايه، كان نفسي اسال سؤال، يعني رب السؤال لما قال انا هو القيامه والحياه، انا هو القيامه والحياه، ايوه، ولو مات فسيحيا، كان يقصد الموت الجسدي عمل معجزي ولا يقصد الموت الروحي؟ يعني لما تقول انا هو القيامه والحياه يقصد الموت الجسدي عمل معجزي، يعني ربنا يساعد هيعمل معجزه في الوقت ده؟ حاضر حاضر يا سيدي، هنجاوبك على السؤال ده. والحاضر طيب، نجاوب دول بسرعه عشان في كام واحده اسئله جميله عايزين نتكلم فيهم. السؤال الاول انا مش متذكر قوي اسم الانسان. السؤال الاولاني انسان الملكوت بيمثل اخلوخ ولا داوود، سوري، ولا اللي هو الراجل الاول ولا المزمور الاول؟ ده سؤال جميل، لانه اخنوخ احنا ما نعرفش عنه كتير، ومفيش تفاصيل. بيقول سار مع الله ولم يوجد ان الله، لان الله اخذه، بس واضح انه كان انسان ملكوت، واضح، بس مفيش تفاصيل. العشار عمل قرار التوبه، قرع على صدره وقال ارحمني الله انا الخاطي. لذلك انا اعتبر ان الانسان اللي احنا عايزين نركز عليه هو انسان المزمور الاول، لانه بيقدم بشكل مفصل عاش ازاي هذا الشخص فكريا وسلوكيا وعلاقته بكلمه الله. لا ده عمل اختيارات مختلفه بالزبط. عمل اختيارات مختلفه جدا عن الانسان العادي بالظبط. يقول لك لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، في ناموس الرب مسرته، في ناموسه يلهج نهارا وليلا. فبيتكلم على حياته الاجتماعيه، حياته الفكريه، علاقته الروحيه بالله، خوفه الشديد من الخطيه. يعني انا احب يعني، بس هو عارف الدكتور اوسم هنا كمان واضح انه كان مضغوط، واضح في وصف المزمور، وكان في مشورة أشرار، وكان في مجلس مستهزئين، كان واضح إن الخطية يعني حواليه من كل حتة، وعمل اختيار مختلف. عشان كده بقول لأخ سعد الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، لا الظروف دي موجودة طول الوقت في كل العصور، دايما في ضغوط اجتماعية وضغوط من الشهوة وضغوط نفسية وضغوط علاقتية. الأخ جون بيقول هل الجهاد ده يفضل على طول طول العمر؟ طول العمر طبعا. بس هو قال عباره انا عايز اعلق عليها، هل يفضل الانسان يجاهد طول عمره ويفضل انسان مؤمن جسدي لغايه؟ لا مش يجاهد، مش جري في المكان، يعني مش يقعد يجاهد ويفضل هو بيجاهد مؤمن جسدي، لا لازم يكبر. يعني مش فكره، يعني ده سؤال مهم جدا نعلق عليه، مش معنى انه انا عايش في الخطيه كويس وما بتغيرش وزي ما انا وتيجي انت تواجهني تقول لي كذا كذا كذا، اقول لك ما هنعمل ايه بقى، ما حياه جهاد، ما دي بنجاهد، والمؤمن هيقعد يجاهد طول العمر، المؤمن مصاب، المؤمن مصاب. لا يجاهد بس مش جري في المكان، يجاهد يتقدم، ان كان جري في المكان ليس مؤمنا وليس تغييرا، ومن لا يتغير فهو لم يتغير. من لا يتغير كل يوم وينمو روحيا لم يولد روحي. انا عايز اقف برضه عند حته الجهاد هيستمر طول الحياه، انا موافق ان الجهاد هيستمر معانا، بس لازم يتغير اليوم، يتطور في تغير، لانه انا كنت زمان مثلا لما قابلت مثلا يعني الواحد كان بيتوب عن الخطايا البلاوي الكبيره فجاهدت فخلصت من الكبير، بقت اصغر دلوقتي عن خطايا الفكر، عن النظر، عن الشقه، عن الحاجات الصغننه قوي، فهو ده جهاد هيستمر طول الوقت. انا احكي لك قصه، في واحد اخ مؤمن يعني قابلته من فتره مع انه ما يعرفنيش يعني، اما قال لي انا حاسس ان الرب بيشتغل فيك وانت نميت اكتر من الوقت اللي فات. جزء فيا اتضايق كانه هو بيتهمني ان انا الوقت اللي فات كنت اقل من كده، لكن ده الجزء بتاع الجسد، الجزء بتاع الجسد بتاع عبادة النفس بالظبط، على الأنا اللي هو بقى ايه فكره، بيقول ايه، انا دايما كويس، انا ما انا ما بقاش احسن، انا حلو دايما، مش انا ربنا صح. انما راح الجزء الثاني بقى، فكر ملكوت فرحت الله، اوليس هذا ما تريده وتنادي به؟ عندما ياتي اليك انسان ويقول لك انك بالفعل تنمو كل يوم عما قبل، الا تفرح؟ افرح. وبعدين انا وانا في الصراع ده ربنا بعت لي حد تاني قال لي نفس الكلام، شفت بقى انا لسه كنت بقول ايه، هو يعرفني منين ده؟ لا بعت لي حد يعرفك بقى، فقال لك انت اتغيرت. فاذا القضيه الصراع بين فكر الملكوت وفكر العالم وفكر الجسد، لما الانسان يدركه
هيقدر يلقطه في كل تصرف. مرات بأدركه بس أنا عاجز قدامه. اه يعني أنا يعني أنا عارف إن ده غلط. لا بموت، أنا بموت حاجة بقى يعني، بموت وحاجة لذيذة زي بالظبط لما تبقى نفسك تاكل أكلة معينة دسمة وبعدين تقول لنفسك لا، أنت في جزء منك عايز ياكلها، الجزء اللي أنت عرفت إنه مش صحي إنه هو هيموتك لو أنت فضلت تاكل بالطريقة دي، لكن في جزء تاني بيموت الجزء ده، فالجزء ده بيقول انا عايز اكل، انت ليه بتموتني؟ هو الاكل حرام؟ هو ليه؟ لا مش الاكل مش حرام، واللذه كويسه وكل حاجه، بس ان انت تفرط في الاكل ده هيموتك. زي فكره الاوبن بوفيه. اه بالظبط، انك انت عارف انه غلط انك تقعد تكبس 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 تكبس. وبعدين وبعدين ده ضد اللذه كمان، انت لما تاكل زياده عن اللزوم مفيش لذه، في الم، يعني هتموت لذتك يعني الرب مش ضد اللذه. عشان كده بقول لك فكره انه الفكره الاماته بالشكل المبالغ فيه، بالشكل اللي مش كتابي، اللي هو مش مفروض تنبسط باي حاجه، تبقى متنكد على طول وحزين على طول، ده بيؤدي للعكس. لا مفروض تنبسط، انت ما انت الاوبن بوفيه كل وانبسط، بس انا بقول لك ما تاكلش كتير. ليه؟ عشان خايف على انبساطك، مش بس خايف على صحتك، خلاص انبساطك هيروح بعد شويه، انبساطك هيروح. اللذه اللي انت اتلذذتها باللي انت اكلته ده تاخد نفسك بعد شويه، مش هتعرف تاخد نفسك. لذه ايه بقى؟ هتضيع الجود اكسبيرينس بانك هتختمها. انا معايا تليفونات وعندنا سؤال تالت، فانا هاخد تليفون وبعدين نرجع للسؤال التالت. بيتر معانا، اهلا بيك. في سؤال تالت ورابع كمان، في سؤالين. بيتر اتفضل. الو الو، مساء الخير. مساء النور. كنت عايز اقول بس حضرتك والدكتور اوسم ان يعني انا اتربيت في الكنيسه، وان انا عشت حياتي كلها في الكنيسه، وبعد كده كبرت على كده، ولما اكتشفت كل الاساءات اللي حصلت في حياتي، ويعني مش عارف اعيش انسان ملكوته، مش عايز يعني انا شايف ربنا فوق، مش عايز، مش عارف ومش عايز. انا يعني يعني شايفه فوق وعارف ان هو الصح وهو الحق، بس مش يعني مش عايز، يعني احس ان انا مبسوط خلاص بره، وكاني كنت تحت الميه وبشم نفس بره، ف يعني كفايه جو الكنيسه. يعني انت مش عايز لانك مبسوط كده، ولا انك شفت الموضوع صعب قوي، موضوع الكنيسه عقدك؟ لا مش انا مبسوط كده، لان انا بجرب حاجه ما جربتهاش وانا صغير يعني. فانت عايز تجرب حاجه تانية، متعه تانية، لذه تانية، فكر تاني، ومستريح. مش متعه تانية، فكره ان هو يعني جو الكنيسه يعني مش مخليني ابقى مبسوط، يعني مش مستريح، ابقى يعني مش هو الجو اللي انا ببقى نفسي فيه، مش يعني اللي بيشبعك، مش اللي مش المساعده النفسيه اللي بتقدمها لي يعني. ممكن اسال بيتر سؤال؟ اتفضل. طب انت ليه بتقول لنا الكلام دلوقتي يا بيتر؟ نعم، ليه بتقول لنا الكلام ده دلوقتي؟ بقول الكلام ده دلوقتي يمكن يكون في حل، يمكن يكون ان انا مش فاهم حاجه، يمكن يكون في حل بره الكنيسه مش بس جوه الكنيسه. ايه تقصد جوه الكنيسه وايه بره الكنيسه؟ نعم، يعني ايه جوه الكنيسه وايه بره الكنيسه؟ جوه الكنيسه لان هو دلوقتي مفيش حته ممكن يعني اروح لها تساعدني غير الكنيسه. ايه ممكن اروحه وممكن يديني المساعده يعني. انا بيتهيألي هو كمان بيتر بيسال، انا اعتقد في حته جواه بتقول له انه في حاجه مش مظبوطه. عشان كده هو بيسال. والكنيسه يا بيتر مش هي الكنيسه المحليه بتاعتك، الكنيسه هي جماعه المؤمنين كلها، يمكن اللي انت محتاج له موجود في مكان اخر من الكنيسه غير الكنيسه المحليه اللي انت فيه، يمكن في كنيسه ثانيه، يمكن في برنامج ثاني، يمكن في قراءات، يمكن في علاقات اخرى، يمكن في اشياء اخرى، او يمكن الخبرات اللي هو عدى بيها في الكنيسه من هو طفل زي ما بيقول، او سببت له هذا الظروف. العلاقات اللي اتعملت عشان تبنيه مش بتكمل، بتتقطع يعني، بحيث ان يعني مفيش حد ممكن اقدر اكمل معاه. طب خليك معانا يا بيتر، واحنا يعني هنتكلم في الموضوع دون، والدكتور اوسم هيكون بيرد على. معانا وجيه، اتفضل. اتفضل يا وجيه. وجيه ممكن توطي التلفزيون شويه؟ الو الو، ايوه اتفضل يا وجيه. الو، طب دكتور اوسم نرجع لل في سؤالين لسه، في سؤالين. في بنت الرب من امريكا
بتقول هل الوزن هي بس ربح النفوس؟ وده برضو من الافكار الخاطئه اللي انتشرت في كنايسنا انه الوزن هي ربح النفوس. هو ما كانش بيتكلم على الموضوع ده خالص. انما الـ 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 المتاجره اللي بيتكلم عليها هي التغيير. هي انه يصير هل دعوتنا هي لربح النفوس ام دعوتنا الى ان نكون زي ما جون ماكرم هنا بيقول مستوى وحياه وسلوك يسوع المسيح دعي الذين سبق فعينهم سبق فدعاهم لكي يكونوا مشابهين صوره ابنه. فده ادى الى ايه بقى؟ ادى الى اهمال الحياه الشخصيه والتركيز على الانجاز. لان الوزن هيرتفع والانجاز الفلوس. بيريحني لانه انا في الانجاز الانا موجوده. وبعدين بقى يعني زي ما تقول يعني سيلف ديفيتنج يعني او حاجه متناقضه. لو انا هدفي ربح النفوس مش هدفي ان انمو لن اربح نفوس. هي معادله. اما العكس فهو صحيح، اذا كان هدفي النمو فساربح نفوس من غير ما اعمل حاجه او اعمل حاجات بسيطه. يعني وده اللي قاله المسيح. تخيل يعني انا معلش المقارنه الربط اللي هربطه ممكن يكون صعب جدا، بس المسيح قال حاجه زي كده لليهود، قال لهم انتوا ويلكم ويل لكم ايها الكتبه والفريسيون انكم تطوفون البر والبحر لكي تكسبوا دخيلا واحدا، وللاسف لما بتكسبوه بتخلوه زيكم. واحد بيعمل كده. يعني تعليق قوي جدا. في سؤال تاني عن الجهاد وانسان الخطيه والحق الذي يحرر، حاجه زي كده. انت كتبت السؤال ده. في السؤال انا هو القيامه والحياه. انا هو القيامه والحياه. من امن بي ولم مات فسيحيا، هل بيتكلم عن الموت الجسدي ولا الموت الروحي؟ انا اعتقد انه بيتكلم عن الموت الروحي، لكن انتهز فرصه الموت الجسدي علشان يتكلم عليه. بالظبط. فاذا كنت انا القيامه الذي ومن مات في الجسد فسيحيا، فانا اثبت لك على كده اهو دلوقتي الراجل ده. حاول. طيب نرجع لموضوعنا تاني. لقضية هرجع برضو للمشكلة الرئيسية بتاعتنا، الصراع الدائم بين الجسد والروح. هو هل الصراع... أنا بميت يعني في حاجة اسمها إماتة أعمال الجسد ولا بوقف أعمال الجسد؟ فده سؤال مهم. يعني الجزء بتاع روميا ده اللي هو يعني أنا في رأيي إنه أساسي، إنه علشان أموت أعمال الجسد الفعلية لازم أموت النظام الفكري للجسد اللي هو ناموس آخر في أعضاء. الناموس ده بيقول إيه؟ حاول تكون أحسن حاجة ممكنة، أنت أحسن واحد في الدنيا، خد كل حاجة دايماً، ما تبذلش أي مجهود، ما تديش أي حد حاجة، الأخذ دائماً هو مغبوط أكثر من العطاء. و و و فأنا لازم أدرك الناموس ده وأبقى قادر أشوف تداعياته وإزاي بيطل برأسه في كل موقف وأقول له بس هيطلع تاني، بس ذبيحه حي. بعدين ده لما يحصل بقى هيكون اسهل لي بقى ان انا اميت اعماله بقى. يعني الناموس ده لان الفكره اللي عندي، وده الدراسه اللي كتبتها في الفصل اللي بعد كده اللي هو الفصل الثامن، تميتون اعمال الجسد. في افسس 3 و4، يعني اغلب افسس كلها بيتكلم عن القصه دي، ان كل الافعال اللي بره سواء كانت افعال خطايا جنسيه او خطايا في الكلام او خطايا في العلاقات او كل انواع الخطايا ناتجه اساسا من هذا الفكر اللي هو انا، اللي هو التمركز حوالين الذات. ازاي بقى مش ممكن اقدر اموت الثمره دي؟ تخيل انه الجسد ده كانه شجره، الجذر بتاعه هو النظام الفكري ده اللي هو انا، هيطلع شهوه جنسيه، هيطلع كذب، هيطلع حقد، هيطلع غضب، هيطلع غيره. انا عمال اقاوم الغيره، زي تطلع لي حاجه ثانيه، هشد هقطع الثمره دي هتطلع تاني. فانا لازم ابقى دايما بقطع. عشان كده بقول ايه؟ انه قدموا اجسادكم ذبيحه حيه. ازاي؟ بتجديد اذهانكم. دي الاماته. والمسيح قال الفكره دي كويس قوي، قال انه من الداخل كل الحاجات دي يا جماعه بتطلع من الداخل. وبعدين قال ايه؟ من الداخل تخرج افكار شريره، زنا، الله، قتل. حسن. ان الزنا فكره،
قتل فكره. لو انت ايه الفكره؟ الفكره انه انا مفروض ما بقاش حد يضايقني، لما ده يضايقني اموته. ده بيضايق، ده بينافس ملكوتي. ملكوتي الاقتصادي، ملكوتي شهرتي، ملكوتي بنت عايز اتجوزها، وده بينافسني اموته. ما هي دي الفكره. فكرة ان انا ازيح من امامي. لا بس عايز اوضح للمشاهدين دكتور اوزان، انا مش بوقف اعمال الجسد، لان توقيف اعمال الجسد لا يحل المشكلة. انا بموت اعمال الجسد من جذورها. لان لو بوقفها ما هتطلع لي كل شوية. فده محتاج بقى فحص النفس بقى جامد. والفحص النفس ده ليه آليات. برضو من ضمن المشاكل اللي عندنا في الكنيسة بشكل عام ان الآليات دي مش موجودة. احنا بنقول للناس افحصوا نفسكم ونمشي. الآليات دي لازم الفحص النفسي ده يبقى في علاقات، في وسط مجموعة، في وسط مجموعة، في وسط نقعد نتكلم مع بعض كده. يعني احنا كمؤمنين نقعد نتكلم مع بعض. بس ده مش متاح لكل الناس يا دكتور أوسام. ما دي قضية. ليه مش متاح لكل الناس؟ ما فيش اتنين مؤمنين يثقوا ببعض. مش عارف، دي أزمة بقى. يعني أنا حد بقول لما دايما بقول الكلام ده، يعني إن احنا نعترف، إن احنا نفتح قلوبنا، إن احنا نشارك بعض. لما نقعد قعدنا في كورس كنت لسه فيه، قعدنا نتكلم كده ونشارك، قلت لهم أنتوا اتعلمتوا مني بس ولا اتعلمتوا من بعض؟ قالوا اتعلموا من بعض، اتعلمت من فلان اللي معايا كذا. لما بتوفر الجو الآمن بيحصل الجو الآمن. بس طيب بس لما بقول للناس بيعترضوا الاعتراض ده اللي هو مفيش حد ينفع نعمل، هو أكيد فيه، بس ال ال ال, ال, ال التاريخ اللي مليان بمراحل احباط في الناس خلاني اعمل حياة دفاعية. يعني احنا بقى لازم ايه نعمل؟ ايه نعمل الجو الامن ده دلوقتي. طب انت كنت تتخيل ان انت ممكن تتعلم من ده ومن ده ومن ده؟ ده انت حتى دول جايين حتى من بلد تاني. وبعدين مفيش الشخص اللي ينفع نحكي معاه. قلت له بص، يمكن دول عشان ما يعرفوش بعض كمان. لو طب بسأل لما واحد يقول لي كده، مفيش حد ثقة ان انا لو قلت له مش هيستخدم الكلام ضدي او مش هيعيرني بيه او بتاع. قلت له طب انت لو حد كلمك هتستخدم الكلام ضده؟ لا طبعا. قلت له يعني انت احسن واحد في الدنيا ومفيش حد زيك. ده فكر الجسد، انا احسن، انا كويس والناس وحش. قلت لهم اذا كان مفيش في الكنيسه حد ينفع افتح قلبي ليه ونساعد بعض على التغيير، يبقى نقفلها. طب انا معايا الدكتور احمد من السعوديه. اهلا بيك يا دكتور احمد، اتفضل. الو، مساء الخير حضرتك الشيخ. اهلا بيك. اهلا بيك. حضرتك سامعني يا فندم؟ انا سامعك يا دكتور احمد، اتفضل. تحياتي لحضرتك ولحضره الدكتور. ممكن حضرتك تسمح لي اختلف معاكم قليلا؟ اتفضل. او اعبر عن وجهه نظري، يعني اتفلسف يعني. بكل سرور، بكل سرور، اتفضل. ماشي. الحقيقه يعني بالنسبه لحضراتكم، او انا مش عارف الحقيقه هو مين اللي قال يعني الفكره، ان الصراع هو موجود بين فكر الملكوت وفكر العالم وفكر الجسد. انا اعترض الحقيقه على هذه الكلاسيفيكيشن، وانا ارجو، انا بتصور ان الصراع هو بين شفافيه اللغه وعتميه اللغه. فيعني اتصور ان ممكن صياغه هذه الجمله ان الصراع بين فكر الله الملكوت وفكر العالم، يعني يقصد فكر الشيطان، وفكر الجسد يعني العقل. فلماذا لا نطرح المعاني بدل ما تبقى يعني المعنى يعني في عتمة؟ فبالنسبة لفكر العقل، فكر العقل دكتور حضرتك أشرت إلى أن السي بي تي الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، الحقيقة لا علاقة بين هذا الموضوع وبين الفكر. ازاي؟ وإنما يمكن يعني القول أن هناك فكرة خاطئة تؤدي إلى مرض نفسي. صح. وهناك فكرة معينة تؤدي إلى أيديولوجي وفلسفة، دي حاجة جيدة. أي. وهناك فكرة قد تؤدي إلى إيمان. صح. وهناك فكرة تؤدي إلى إلحاد. بالنسبة لي وجود الله من عدمه هو يستقل، انا اؤمن بوجود اله على فكره طبعا. وجود اله من عدمه هذا يعني يستقل تماما عن الايمان من عدمه. يعني ما فيش ربط الحقيقه بين الاثنين، والربط بين الاثنين الحقيقه من اكبر الاخطاء. قصدك يعني الدين يعني تقصد الربط بين فكره وجود الله وفكره الايمان؟ الدين تقصد؟ يعني ممكن انسان غير مؤمن اذا كان العالم كله غير مؤمن هذا لا يعني أن الله غير موجود.
وإذا آمن كل العالم يا سيدي قد لا يعني أن الله موجود، يعني وجود الله حقيقة مستقلة عن قضية الإيمان به من عدمه. فالحقيقة يعني كوني بقى أنا أجي، أنا أعرف فكر العقل وأعرف يعني أنا أعرف العقل وأعرف اللا عقل، تمام. والإنسان يعني عشان برضو نبقى يعني محددين، الإنسان الحقيقي هو إنسان عقلاني لوجيك، ولكنه ليس فقط لوجيك، هو مرتهن بالمعنى. يعني الإنسان لازم يبقى لوجيك ومينينج فول. فأنا حينما أتحدث عن فكر الملكوت أنا ما أعرفش إيه هو فكر الملكوت. طب تنصحنا بيه دكتور أحمد؟ أنا الحقيقة أنا يعني أنا يعني نصيحتي حضرتك أقولها لك في 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 مغالطة منطقية اللي هي اسمها البروكريستية، نسبة إلى بروكريستوس، دي أسطورة حضرتك يونانية. بروكريستوس ده كان نجار الحقيقة وبيعمل سراير. بغض النظر عن بروكريستوس، نصيحتك لينا إيه بسرعة كده مباشرة؟ أنا نصيحتي الحقيقة إن إحنا يعني حينما أتحدث أنا أقول أنا أقول، يعني طالما أنا أقول، لأن حضرتك أنت بتتكلم بفكر جسدي، ما أقدرش أنا أقول إن حضرتك بتتكلم بفكر الله. آه طبعا كل واحد بيتكلم بمفهومه هو، ما يظن، ويعني لا أحد يدعي أنه يمتلك الحق. كان الحمانة بقى، عشان كده المثل ده مهم حضرتك، يا ريت تخليني أقوله. إن بروكريستوس ده كان بيصنع سراير وبيجيب، إذا كان السرير صغير يجيب الزبون يقصه من هنا ومن هنا، المهم يطلع قد السرير. إذا كان الزبون طويل يقصه من هنا ومن هنا. فأنا أرى يا سيدي أن دائما يعني الفكرة تكتفي بما فيها. ما أقدرش أقول أبدا أن هناك يعني أن حد يتحدث باسم فكر الملكوت وإلا كان يعني يملك الحقيقة. طيب أنا نصيحتي ألا نمتلك الحقيقة. صحيح. وحينما نضع مرجعية، مثلا إذا وضعنا مرجعية يعني منطقية، ألا نوريها صفحة إعراضنا. فبس كده التحديد ده الحقيقة يفيد قضية الإيمان. أنا متشكر جدا يا دكتور أحمد على المداخلة دي، وموضوع طبعا يحتاج إلى النقاش، فيه كلام كتير جدا. أنا عندي كلام عايز أقوله ردا على اللي حضرتك قلته، وأكيد الدكتور أوسم كمان عنده رد. تحب ناخد تليفون ولا نرد؟ لأن الموضوع ده اللي أثاره لا يعني اللي أنا فهمته من الكلام اللي قاله إنه لا ينبغي أحد أن يدعي أنه يمتلك الحق المطلق. نحن لا نستطيع أن نمتلك الحق المطلق، لكن نستطيع أن نعرفه ونحاول أن نسير فيه بقدر ما نفهم، بقدر ما نفهم، ونحن مسؤولين عن فهمنا. يعني أنا طبعا الدكتور أحمد واضح أنه بيستخدم مصطلحات ولغة يعني عايز يحدد المفاهيم كويس قوي، بس من منطلق أن احنا نتكلم على فكر الملكوت، أنا بشوف أن احنا عندنا حق نتكلم عن فكر الملكوت لأنه معلن في كلمة الله وده إيماننا. فما ننادي به هنا دكتور أحمد أو لكل المشاهدين، احنا لا ننادي بأفكارنا أو حق شخصي متعلق بينا، لكن ما النور اللي وصل لنا من هذا الحق المكتوب في كلمة الله هو ما ننادي به أو نتحدث عنه أو نسعى أن نعيشه كما وصل إلينا بالشكل ده أو بالطريقة دي. معنا تليفون تاني. وجيه. ألو. ألو. أيوة مساء الخير. مساء النور. معك وجيه أيوب من بنور. اتفضل يا اتفضل يا أخ وجيه. دكتور. اتفضل. خلوا ورث الملكوت بالإيمان ولا بالتدين ولا بالثقافة؟ دخول الملكوت بالإيمان ولا بالتدين ولا بالثقافة؟ طيب خليك معانا يا وجيه. سؤال جميل. خليك معانا. خليك معانا وهتسمع الإجابة. طب أنا طلبت الصلاة لبنتي تشفى. أمين. طلب الصلاة لبنته. معايا وجيه تشفى من مرض. حاضر. أمين ربنا يشفيها. شكرا. طبعا انا عايز ارجع تاني معلش زي ما قلنا في اول البرنامج دكتور اوسن، احنا بنتكلم على الناس ما زالت رابطه عامله لبس بين مكان هناك سنذهب اليه، هنروح له ازاي، هو ليه سكه ان نختبر الملكوت على الارض واكملها هناك، ليها سكه. بالايمان بنقبل عمل المسيح الكفاري على الصليب، وبالايمان بننال الحياه الجديده التي تمكننا ان نحيا
حياة الملكوت. التدين والثقافة أنا مش شايف ليهم أي دور في أي حاجة احنا بنتكلم فيها خالص. بالعكس المتدين شخص بيخدع نفسه وبعاش في فكرة الأنا والفكر المنافي. والثقافة ممكن يعني الثقافة شيء جميل جدا، لكن بلا توجه وبلا رؤية. تعطيك أمثلة اللي بتشوفها يعني كلام كلام ما وصلناش لحاجة. طيب نكمل الموضوع بتاعنا اللي برضو شديد الأهمية في وجهة نظري، وده أعتقد مشكلة المؤمنين عبر كل العصور مش بس الزمن اللي احنا عايشين فيه، ولكنها تزداد صعوبة الأيام دي مع الثقافة والحرية والتكنولوجي. الصراع الدائم بين الجسد والروح، أعمال الجسد وأعمال الروح. وانت حضرتك قلت ان القضية في الذهن وتجديد الذهن، وانا اتفق معك تماما في ان القضية هنا لو موتنا اعمال الجسد هنا هو اعمال الروح اعتذر. وانا اعتقد ان احنا كمان لينا دور، الموضوع مش حاجة، لان في حد قال اخلص من القيود او حاجة، حد يصلي لي او حاجة زي كده فاعمال الجسد بتموت. انا يعني حصل حاجة كده، انا حاسس بصراحة بالتفاؤل ان الوضع السيء موجود ودايما كان موجود، بس انا حاسس بالتفاؤل في تغيير التوجه عند كثير من الكنائس وكثير من القادة المسيحيين. يعني انا حشير قبل ما بدانا التسجيل دي، انت قلت لي مثلا عن مكان معين في احتياج شديد جدا، فاحنا عايزين نعمل مدرسة الفلانية، وان في كنيسة ما قايمة كلها على انها تجيب الناس وتشتغل في حياتهم بشكل حميم جدا لاعمق أعماق حياتهم وأمراضهم وعلاقاتهم وسلوكياتهم. زمان بقى شوية قبل، يعني أنا حاسس إن دي نهضة. زمان بقى كان حاجة من اتنين، الحلول السحرية اللي هو إيه، خلاص نلم الناس كلها ونوعظهم، نديهم وعظة. يعني كان زمان يقولوا إيه، تعالى عندنا مشاكل زوجية في المكان الفلاني، عندنا مشاكل زوجية وعايزينك تيجي تدينا وعظة عن الجواز. يعني ده الحل، يعني عندنا مشاكل زواجية عمر الوعظ ما كده الحل، نيجي ندي وعظة عن الزواج، عندنا مش عارف ايه ندي وعظة عن القداسة. فإما ادينا وعظة او نحط الايادي عشان نطرد ارواح الشر. الاسلوب ده ما نجحش ليه؟ لانه مش كتابي، والكتاب بينادي بشيء اساسي جدا. المسيح الوصية العظمى اذهبوا تلميذه، ما قالش اذهبوا ادوا محاضرات، ولا اذهبوا اتكلموا، ولا اذهبوا صلوا مع الناس. كل الحاجات دي تبقى في اطار التلمذة، بس الاتيتيود بتاعنا تلمذه. يعني ايه تلمذه؟ يعني اشتغلوا مع الناس بشكل حميم جدا وبشكل فردي وبشكل جماعي لتغيير افكارهم وسلوكهم وعلاقتهم، لكي يعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم، عشان يعيشوا زي ما بيقول جون ماكرام مستوى حياة يسوع وسلوك الناس. المسيح جه عمل كده، يعني المسيح جه بالظبط صلح أفكار الناس عن ربنا وعاش بين، يعني اللي عمله المسيح في الوقت بتاعه هو فكرة تغيير الذهن، غير أذهان الناس بالزبط. فكرتهم عن ربنا سمعتم أنا قيل أما أنا فأقول لكم. فأنا أعتقد إن إحنا محتاجين نشتغل جامد على موضوع تجديد الذهن. بس برضو أجين أو مرة تانية بكررها يا دكتور أوسم، الناس مش عارفة طب أنا هعمل إيه؟ يعني أنا أجدد ذهني أعمل إيه النهاردة؟ النهاردة أعمل إيه؟ يعني لو واحد اتفرج علينا النهاردة وتعبان من أعمال الجسد وعايز يميت أعمال الجسد ورافض دون، بس أعمال الجسد مسيطرة وفكر الجسد زي ما قال الدكتور مسيطر على الفكر الروحي أو فكر الملكوت، إزاي أنا أميت هذا الفكر؟ أعمل إيه عشان أجدد ذهني النهاردة؟ خطوة عملية النهاردة. أنت حط الـ أولا زي ما قالت سالي وكده وكده، أنه أن الإنسان يبقى عنده فكر الملكوت أو يبقى عنده هذه الخليقة الجديدة، ده هذا عمل معجزي، هذا عمل الله. أنه إذا شعر الإنسان أنه لا أنا مش مبسوط كده، أنا ده معناه أن الله أشرق نور في حياته، أنه أنا لا أنا حياتي دي مش نافعة، وأدرك أنه يحتاج إلى حياة، وإن اللي بيعمله ده إنه فعلا أدرك إن الرجل دي فيها غرغرينة، أدرك بشكل روح، لأن الإدراك الجسدي المباشر لا ليها ريحة ولا ليها الخطية، ما لهاش لا ريحة ولا لون ولا بتاع، فأدرك إنه كده.
ارحمني زي ما قال اخونا العشار اللي قال قرأ على صدري وقال ارحمني، قال الله يا الله انا الخاطي. فاذا في ذلك الوقت بقى يبتدي يبقى بينفتح على انه يفهم فكر الملكوت. فكر الملكوت، ملكوت يعني ايه؟ ان الله ملكوت الله، ان الله هو الملك مش انا. يشوف بقى هذه الحقيقة، ان انا كنت عايش في ملكوت الظلمة، والظلمة دي هي ان انا اظن ان حياتي تدور حول نفسي، وملكوت الله هو ان حياتي لله. في حاجة اسمها كتاب مقدس. كتاب المقدس ده محتاج دراسة مش قراية وبس. صحيح انا محتاجين الكنيسة علشان تدينا، يعني انا لما اروح يعني اروح الكنيسة عشان اسمع وعظة، مفروض الوعظة دي احسن حاجة تعملها انها تخليني تشجعني تفتح شهيتي لدراسة كتاب المقدس، مش من وعظة لوعظة. وبعدين ايه؟ وعظة في الاتجاه ده، الاسبوع الجاي حد تاني بيوعظ في الاتجاه ده. اذا ما كانش انا عندي حياة دراسية للكتاب المقدس مش هتسائل. الكتاب المقدس ليه لاهوت، يعني ليه سيستم. نعتقد اكتر دور درس الكتاب عن الوعظة المنبرية يوم الحد او دي عشان تشجعني. لازم يبقى عندي بقى الكتاب المقدس ودوره في تجديد ذهني، مهم جدا. نمبر 1 لانه الثقافه بتتغير، طريقه التفكير. لو انا عمال اخد من العالم 18 ساعات افكار ومبادئ معينه بتدخل هنا من اللي بسمعه من اللي بقراه من اللي بشوفه، على قد لازم اخد اكتر من كلمه الله عشان اسيطر على الفكره. واذا كان الوعظه بتطلع لي كده، بتجري لي جمال من كلمه الله علشان اروح اعيش فيها واغرس نفسي فيها، زي رجل المزمور الاول. كمان اللي احنا بنعمله انا وانت ده، احنا هدفنا ان الناس اللي بتتفرج يبقى نفسها كل واحد يبقى ليه صديق كده، يبقى ليه صديق روحي كده، حكوا مع بعض. مش بالضروره القسيس ولا حد اكبر منه بكتير ولا حد درس، لا، انه يبقى عندي spiritual friendship، صداقه روحيه. في ليا صديق مؤمن بقدر افتح قلبي قدامه وافتح حياتي قدامه واشاركه. ليه بقى؟ لانه انا ما بشوفش نفسي كويس، اعرف اشوفك اكتر ما اعرف اشوف نفسي جسديا. حتى انا مش شايف نفسي، انا شايفك انت، وانت مش شايف نفسك شايفني انا. فلو انت شايف حاجه فيا تقول لي، وانا شايف حاجه فيك اقول لك بالمحبه. صحيح اخرج القذى الذي في عيني، لكن كمان ابصر جيدا، اخرج الخشب الذي في عيني، ابصر القذى في عيني اخي، ونفس الشيء. فمساله الشركه المسيحيه مش ازيك عامل ايه بعد الاجتماع ونشرب شاي مع بعض، لا، ولازم الكنيسه كمان زي ما بتعلمنا وبتفتح شهيتنا لكلمه الله بالوعظ، تعلمنا وتفتح شهيتنا للشركه بانها تعلمنا ده في 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 مجموعات، في مؤتمرات. ودي جمال المجموعات بتاعه الكنيسه، انه بنعيش في النور مع بعض ونقدر نشارك ونقدر نعبر عن اللي جوانا في جو من الامان. بالزبط. مش ده جزء اساسي من التغيير. وده مش طب ونعمل ايه اذا كان مفيش متاح؟ يبقى مفيش متاح تغيير. يعني ما هو اصله المسيح عمل نظام، مش هينفع انت تعيش النتيجه اللي هو عايز انك توصل ليها من غير ما تعمل البرنامج اللي هو قال لك تعمله. انا هاخد تليفون، وبعدين عندي سؤال تاني مكمل للجزء اللي كنا بنتكلم فيه، انه لما بشوف الصوره بايظه كده هو بتدفعني ان انا اروح للاتجاه التاني، لكن في ناس بتحبط في نفسها وتفشل وتجيف اب زي ما بيقولوا، يقول لك انا مش عايز زي التليفون او المكالمه اللي جت لنا. بس هاخد المكالمه دي. الاخ عادل معانا، اهلا بيك، اتفضل. هو بيسمع التلفزيون اخ عادل، ممكن توطي التلفزيون وتفضل يا اخ عادل. معاك، اتفضل يا حبيبي، اهلا بيك. عندك سؤال؟ الو احنا معاك، اتفضل. انا مبسوط قوي ان احنا عمالين نسال السؤال بتاع النهارده، هو نعمل ايه يعني ما بين الروح وما بين الجسد، ما بين الصراعات اللي بنعيش فيها. بس انا بشوف قدامي اتنين انا عارفهم كويس، هم اختبروا اعماق وابعاد عميقه قوي في نعمه ربنا، وقدرت نعمه ربنا تعمل تغيير كبير قوي في اننا نقدر نكون عندنا حاجات بنتعلمها كل يوم، وحاجات بتدفع الينا كل يوم، وخبرات ومهارات ونعمه قادره على خلق امور ما نقدرش نتخيلها غير لما نختبرها، وبتدينا مفاتيح يوميه. فعشان كده شايف ان البدايه لازم يكون تركيز قوي
على اني قد ايه انا بختبر واعيش اعماق النعمه وبمسك في اللي النعمه بتقدمه لي. في الاخر لو سالت اي حد اختبر تغيير في حياته هيبقى عارف كويس قوي ان العمل التغيير ده هي نعمه ربنا، وبيعرف يجاهد وبيعرف يعدي وبيعرف ينمو وبيعرف وبيعرف، ده عمل النعمه. فانا نفسي احط بس اساس يعني كبير قوي في الحل للمشكله اللي احنا بنتعرض ليها النهارده، الصعوبه في الحياه العمليه كحياه روحيه وحياه الملكوت، اننا نرجع مره ثانيه نثق في عمل نعمه الله السري العجيب العظيم اللي هيقدر ياخد حياتنا لامور ما نعرفش نحسبها ولا نتوقعها ولا نعرفها غير لما نعمه تفردها لينا بحيويه شديده جدا، بتفاعل عجيب مع المواقف مع كل واحد بطريقه مختلفه، فنكتشف اننا بنعرف نكبر، بنعرف نتغير، بنعرف ذهننا يتجدد، بنعرف نلاقي طرق جديده، بنعرف نعمل ايه دلوقتي. والحقيقه لو ما رجعناش مره ثانيه نثق في قدره النعمه على انها تبدلنا قوة الحياة للتغيير، احنا مش هنلاقي المفتاح، مش هنلاقي السكة، مش هنلاقي الطريق. عشان كده حتى احنا كنا لسه يعني حضراتكم فاتحين روميا 7، هي الحل لقى فين؟ بولس الرسول لقى في نعمة ربنا، إذا لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح في أول روميا 8 وهو بيحكي في الكتاب العظيم ده. فأنا عاوز أرجع أقول مرة ثانية يعني وإحنا بنفكر في الجهاد بشكل قوي علشان اذهاننا تتجدد وعشان حياتنا تتغير عشان نسلك حياه مسيحيه قويه، محتاجين نرجع نفكر انه فين قوه ثقتنا في النعمه اللي تقدر تدينا المفاتيح. ونفسي اقول تعليق ان جهادنا اننا نعيش بالنعمه صعب قوي، رغم اننا ممكن نستسهله ونسترخصه لما نشوفه كده كعرض مجاني، لكنه السؤال قدرت تعيش قد ايه من النعمه؟ تعرف قد ايه جهادها صعب؟ انك لما تيجي تعيشها مش بتعرف تعيشها. عشان كده جاهد ان تعيش النعمه وتتغير. ميرسي 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 قوي يا عادل على التعليق الجميل دون، عميق جدا، وانا موافق معاك على كل اللي قلته. احنا يمكن اتناقشنا في حلقات سابقه وذكرنا الموضوع ده، هي البرنامج الحلقه دي متابعه لبعض الحلقات السابقه، لكن انا النقطه اللي كان بيتكلم فيها عادل مهمه جدا، الجهاد واماته اعمال الجسد في حتتين، في دور الهي ودور انساني. في الدور الالهي النعمه المتوفره ليا اللي انا اقدر استخدمها، في الدور الانساني بتاعي اللي انا بعمله. هو الثقه في النعمه اللي بيقولها الاخ عادل، الثقه في النعمه لا يعبر عنها اكثر من الطاعه والجهاد. يعني انا اصدق ان انا وانا بموت الميت هحيا، هي دي الثقه في النعمة، ان انا وانا بجاهد سوف احصل على نتيجه لجهادي. ده الثقه في بجاهد، مش بضارب الهواء بل اقمع جسدي. لكن النعمه متاحه، وده الدور الالهي انه بيوفر لي هذه النعمه لما قال له تكفيك نعمتي. الثقه في النعمه ان انا اجاهد، ما هو اصلا انا يعني انت 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 بتموت حاجه. يعني انا اقول لك مثلا، يعني لما 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 بتموت حاجه والحاجه الناس دي كلها بتقول لك انت بتموت نفسك. دي الثقه في النعمه، ان انا اميت الموت فتحيا الحياه، الثقه في انه ده هيعمل حياه. يعني نوح مثلا لما بيبني انت مجنون انت بتعمل ايه؟ ما دي الثقه في النعمه، الثقه في النعمه. نوح ما نامش، نوح اشتغل ثقه في النعمه. ودي الرساله اللي نقولها للمشاهدين بيتفرجوا علينا النهارده، صدق في النعمه، صدق في النعمه في طريق الجهاد بتاعك، في طريق التغيير، في طريق انك بتقمع الافكار الجسديه، صدق في نعمه ربنا انك انت هتقدر تعمل كده. عايز ارجع للتعليق اللي قاله، مش عايز اعديه ببساطه. في اخ اتكلم وقال انه هو خلاص بطل الكنيسه وبطل، هو مبسوط كده وعايز كده، فانت سالته هو انت طب بتتكلم ليه او حاجه زي كده. الناس اللي فشلت يعني حاولت واتصدمت مره واثنين وثلاثه، ودول كتير، وقالوا بلاها ربنا وبلاها الجهاد، مدينة كويسين، خلينا نجرب حاجة تانية لأنه جربنا في الكنيسة والنتيجة إحباط وفشل، يعمل إيه الشخص؟ يجرب اللي هو عايز يجربه ويدرسه، ويجرب خبرته في الكنيسة ويدرسها، ويعرف هو فشل إيه اللي فشل. ما هو أنت ممكن تكون عملت الحاجة غلط وفشلت. يعني في مانيوال كويس، انت حاولت بيقول لك تركب الديكور ده ازاي، انا ركبته غلط، فيا اما المانيوال ده غلط
يا اما انا طبقته غلط. لا ومرات ومرات يعني برضو انا مش عايز احط ضغوط على الناس اكتر. مرات انا الفشل اللي جالي والاحباط ده نتيجه منظومه فاشله. ايوه ما ده اللي اقصده. وتوجه غلط انا ماليش دور فيه. انا ما اقصدش. انا خبطني. انا اقصد التطبيق الفاشل ده مش مسؤوليه بيتر نفسه، مسؤوليه المنظومه اللي كان هو بيتر. الله اعلم. يعني هو يسال نفسه ويدرس يعني انا ليه زهقت من الكنيسه؟ مجاز الكنيسه فيه حاجات تزهق فعلا. اكيد. يعني مرات بتبقى في حاجات بتحبط الناس وبتدفعهم الى الفشل والاحباط يوم بعد يوم. فانا اقول ايه لبيتر النهارده غير انه يحلل الوضع ليه فشل؟ لانه انا برضو شايف هو عنده صعوبه. يعني واضح من الحوار هو عنده صعوبه يقف يقول هو حصل 1 2 3 4 5 هو النتيجه اللي وصلت له. انا مش عايز ده تاني، بلاها الكنيسه وبلاها المنظومه. بس هو انا عشان كده بساله انت ليه بتكلمنا دلوقتي؟ معناه ان هو في جواه حاجه، كيان حي بيدور عايز يلقط اي شبكه. افضل دور كده ورب يهديك هيوصلك. لو في خليقه جديده، لو في حياه فعلا في هذه البذره، هتفضل تدور على الميه. انا كمان عايز اقول حاجه كده في روميا 12 وهو بيتكلم على تجديد الذهن. ناس مؤمنين كتيره وهي عايشه مع ربنا بسبب ان هم ما انتصروش في هذا الجهاد والذهن لم يتجدد بعد، عندهم شكايه على ربنا ولوم على ربنا، مش قادرين يختبروا اراده الله الصالحه المرضيه الكامله، مش قادرين يشوفوا ان اراده اللي بيحصل في حياتهم ويبدو انه في الم او يبدو انه في خساره او يبدو انه في امور مش مريحه، مش شايفين الخير اللي فيها، مش شايفين ان هي مرضيه، مش شايفين ان هي بتسعدني. بنقول ان ربنا مش واخد باله. انا اعتقد انه تجديد الذهن بيخليني ابص على امور حياتي اليوميه وظروفي واشوف اراده الله الجميله فيها المرضيه والكامله واللي بتهتم بكل التفاصيل. ده يعني ممكن تقدر تقول انه تلخصه كلمه احسبوه. تجديد الذهن ده خليني يبقى ليا منظور تاني. احسبوه كل فرح يا اخواتي، خليني احسبها بطريقه ثانيه، فاشوف الخير من وراء ما يحدث في حياتي يوميا. بينا تليفونات وبعدين نكمل حوار. مين معانا؟ اهلا بيكم. بنت الرب من القاهره، اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. اتفضلي. خليكي معانا مع التليفون مش مع التلفزيون. طيب يعني انا اتكلم عادي وهو يرد عليا؟ كلميني بالتليفون واحنا هنرد عليكي وسامعينك، والتكنولوجيا جميله. ما تستنيش الرد في التلفزيون، بس اتكلمي على طول كانك بتكلمي حد في التليفون. اوكي يا فندم، ميرسي خالص. العفو، اتفضلي. طيب انا طبعا هعيد السؤال تاني صح؟ اتفضلي. طيب شكرا. بص انا بعمل مجاهده، ربنا شايف اني انا اكون كويسه، لكن في نفس الوقت جاذبيه الارض و المهم ان انا حاسه ان انا بسقط. معاكي انا سامع كويس قوي، كملي السؤال. طب حلو. فحاسه ان انا بسقط، هل يحق لي برضو؟ انا عارفه ان ربنا رحيم وكده، برضو انا هخش الملكوت وفي نفس الوقت يعني اخر مجاهدتي دي انا هخش السما؟ طب انا حاسه ان انا بتأنب، بس بجاهد بعمل المستحيل، بس بضعف. طيب بضعف بعد فتره، مش من الاول برضو. اوكي هنجاوبك على السؤال ده. السؤال ده كويس. معانا بس تليفون تاني. معانا ابراهيم، اتفضل يا ابراهيم. ايوه اتفضل يا ابراهيم. سلام ونعمه. سلام ونعمه. دكتور اوسم والاخ قسيس سامح، اهلا بيك. عايز اعرف من خلال محبه ربنا ازاي ان انا استغل المحبه ديت لاب حنين، وهو كمان المستغل الفرح يفرح اول ما نستغله. ايه الخطوات اللي اعملها علشان اخد على قد ما اقدر من حنانه، من قوته، من الاستغلال اللي انا عايز استغله فيه ده، هو يبقى فرحان ان انا بستغله. امين امين. حاضر يا ابراهيم، هنجاوبك على السؤال. شكرا. طيب احنا عندنا سؤال الاولاني بتاع بنت الرب من القاهره. طبعا نرجع تاني اللبس اللي موجود. انا عايز اقول لك ان دخول الملكوت هو مش حته هنروحها. الملكوت، انسان الملكوت اللي بنتكلم عنه، حاله روحيه بنعيشها. والحاله دي بتتعاش لما ببقى في المسيح، لما بكون
ملكته كلمة الملكوت، إن ملكت المسيح على قلبي وعلى حياتي مخلص شخصي، ما بقتش أنا المسؤول عن حياتي وعن نفسي في كل أمور حياتي، بقى هو المسؤول، بديله دفة القيادة. فواضح إنك أنت بتفكري إن دخول الملكوت أو إنك تعيشي في ملكوت السماء بالأعمال، إنك هتعملي حاجات تدخلك ملكوت السماوات. ما فيش حاجة الإنسان يقدر يعملها تدخله ملكوت السماوات أو السماء، ما فيش حاجة تقدري تعمليها تدخلك ملكوت السماوات. في حالة تعيشيها في الملكوت انك تبقي في المسيح، في المسيح تدخلي السماء، مش تعيشي الملكوت هنا وتبقي معاه الى ابد الابدين. ودي بتبدأ ان انا بسلم حياتي للمسيح، بقول له يا رب استلم حياتي مخلص شخصي. من النهاردة مش انا المسؤول عن حياتي، انت المسؤول. ولما بتديله المسؤولية بتسأليه في كل امور حياتك، ولما بيسكن في قلبك انت طبيعي بتتغيري، الاشياء العتيقه قد مضت، هو ده الكل قد صار جديد. تبدا افكارك تتغير، اللي كنت بتحبيه زمان بقيتيش بتحبيه دلوقتي، بتحبي اللي بيحبه، تبقي عايزه تعملي اللي هو عايزه. فهنا القضيه بتاعتنا مش حاجات تعمليها، لكن انك تحطي حياتك وديعه بين ايدين المسيح وتقولي له انا بقبل عملك على الصليب، انك دفعت ومت وخدت مكاني وصرت خطيه وصرت لعنه من أجلي أنا علشان أنا أعيش، أنت مت عشان أنا أعيش، أنت مت علشان ناخد قلبك وتحط في قلبي اللي ميت ده، يتعمل لي عملية زرع قلب. هنا أبقى إنسان الملكوت اللي يقدر يكمل، يبدأ على الأرض يعيش ملكوت الله على الأرض، ويقدر يكمل مع إلى أبد الأبدين بعد ما تنتهي حياته على الأرض. فهي دي القضية الأساسية. ولو عايز تضيف تفضل. أنا سعيد جدا ببنت الرب من القاهرة وبالأخ إبراهيم، لأنه دكتور اوسم معانا تليفون من هولندا بس لونج ديستنس، فنخلص هولندا ونرجع لبنت الرب من القاهره وابراهيم. اتفضلي معانا، اهلا بيكي بنت الرب من هولندا. اتفضلي ايمان. اتفضلي يا ايمان. هلو. اتفضلي يا ايمان، اهلا بيكي. اهلا، مساء الخير. انا كنت حابه يعني اشارك بحاجه اختبرتها، انا مش عارفه اذا كان الموضوع ده. اتفضلي. غالبا الخط قطع. اتفضلي دكتور اوسن. يعني بنت الرب من القاهره وابراهيم بيدونا مثالين في منتهى الوضوح عن بنت الرب من القاهره وابراهيم من ناحيه، او الاخ عادل اتكلمنا من شويه، عايز احطهم جنب بعض كده. بنت الرب من القاهرة بتقول انه انا بجاهد عشان ادخل، انا بجاهد عشان اتحسن. هو ده اللي كان بيشاور عليه الاخ عادل، انه لألا يكون جهادنا بان انا بجاهد عشان ادخل، بجاهد علشان ابقى. حلو، ده جميل، بس انت فشلتي، وده جميل جدا انك فشلتي علشان تقولي انا مش قادر. بس في بقى الواحد لما بيقول انا مش قادر، هنا دي النقطه بقى، انا مش قادر فخلاص بلاها، ولا انا مش قادر شوف لك صرفه، انا مش قادر، انا مش نافع. ده اللي بولس الرسول بيقوله، زي ما كان الاخ عادل بيشاور، انه في الاخر قاعد يتكلم عن الوثنيين والامم، يتكلم عن اليهود، قال لك كله مش نافع. احنا وصلنا ان اليهود واليونانيين كله فشلوا. جهاد الناموس ده اللي هو انا بجاهد علشان ابقى، اعتبار الناموس مصدر للخلاص فاشل. اعتبار ده 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 ناحيه. الناحيه بتاعت الاخ ابراهيم بقى اللي هو ايه، ربنا ده قوي وغني، انا عايز استغله، وهو بيحب اللي يستغله، فالدين. وانا اعتقد يمكن كان بيعبر عن يعني انه ربنا بيفرح ان احنا نتغير لصورته، ما هو محبه ورحمه صحيح وصلاحه. ما هو بنت رب القياده بتتكلم عن الجهاد، واحنا مش ضد الجهاد، وابراهيم بيتكلم عن انا اخد من ربنا العلاقه، بس ده جميل جدا، وده جزء من، بس بقى دول عاملين زي الجسد بلا روح. جميل جدا، روح بلا جسد ما مش شايفينها، لكن ده الروح بقى هنا ايه؟ ان انا اوصل الى ايه اللي بيربط بين الحاجتين؟ انا ما عنديش فكره عن الاخ ابراهيم، ما عنديش فكره عن بنت الرب من القاهره، ما اعرفش تفاصيل حياتهم، بس اتصور كده انه اللي بيدور اللي ورا ده ايه؟ برضو انا بدور حوالين نفسي. يعني انا عايز ابقى، انا عايز اخد، ماشي، ده شيء طبيعي، لكن لما احاول ابقى وما بقاش،
ولما احاول اخد وما اخدش هنا بقى تيجي اللحظه اللي اشعر بيها بالفشل، انا مش عارف ابقى ومش عارف اخد. وهي كمان فخدني خليني. ساعتها بقى تتولد الخليقه الجديده، اللي تجاهد واللي تاخد. يا بقى الفرق بقى بين جهاد الايمان وجهاد الدين هو ان في خليقه جديده اتولدت لما انا فشلت وقلت له الحقني فولدني، فهذه الخليقه الجديده اللي اتولدت هتشتغل وهتاخد. ما بين خليقه ما فيش خليقه جديده، في انسان بيحاول يشتغل عشان يحقق الفرق او بياخد عشان يبقى. الفرق في الحالتين، الجهاد الاولاني بجهد عشان ادخل في حته عشان انا عايز ابقى في افضل مكان، لكن الجهاد الثاني بجهد عشان ابقى زيه، مش عشان لانه يعني ماذا قضية افعل مختلفة. ماذا افعل لكي ارث الحياه الابديه؟ ذهب حزينا، مضى حزينا. ليه؟ لان هو عنده فلوس وعايز ورث من ابوه فلوس، وعايز يورث كمان من الاب السماوي الحياه السماويه، عايز كل ورث ده الدنيا واخره. عباده النفس مره ثانيه. ها؟ فالمسيح قال له حاجه عشان تشاور له على حكايه عباده النفس دي. طب روح ادي بقى. اوبا لا ده احنا عايزين السيستم ناخد. ناخد. اخد ارض وسماء. فلما المسيح دايما كان بيواجه كده وظروف الحياه وهو بيواجه بالروح القدس عشان نوصل لحاله الايه؟ بس انا ممكن بقى افشل واحس اني مش نافع فاقول له الحقني زي ابو الولد الغني، ابو الولد المسروع لما قال له انت شاكك، ان كنت تقدر ان تفعل شيئا فتحنن علينا واعن، قال له ان كنت تقدر ان تؤمن فشاور له، فراح انهار الراجل وقال له انا عندي عدم ايمان الحقني. ممكن الواحد ينهار ويقول له الحقني فيلحقه ويتدخل، وممكن يمضي حزينا لانه مش عايز. انا مستمتع بالحوار بس وقت البرنامج خلص. بس هي التعليق الاخير اللي عندي عن فكره الجهاد، ان الجهاد وانا في المسيح يخليني شبه المسيح، ويخليني زي ما بيقول الاخ عادل بقى انه انا اعمل 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 واقول ما عملش حاجه، ده هو اللي عمل. لانه اصلا انا مولود، بمعنى انا مش منحصر في نفسي في عملي، وهو بيساعدني وانا بجاهد. يعني انا مش لوحدي، انا مش بجاهد لوحدي، هو بيجاهد معايا لاتغير الى تلك الصوره عنها. انا عايز اعتذر لكل المشاهدين اللي ما قدرناش ناخد المكالمات بتاعتهم، المخرج بيقول لي مكالمات كتيره جدا واحنا خدنا مكالمات قليله، وفي طلبات صلاه كتيره جت للبرنامج، احنا هنصلي وفي اخر البرنامج الدكتور اوسم هيصلي لكل الاحتياجات المختلفه النفسيه والجسديه. وكمان عايز اذكر المشاهدين ان البرنامج ميعاده هيبقى 9:30 توقيت القاهره بالتوقيت الجديد، احنا من بكره ساعة تتغير او النهارده بالليل ساعة تتغير، فالبرنامج هيفضل بتوقيته، ولينا حلقه اخيره ختاميه مع الدكتور اوسم هيعلن عنها قريبا. دكتور اوسم وانا هنكون معاكم بنختم سلسله الحلقات بتاعت انسان الملكوت، واتمنى اعزائي المشاهدين تكونوا استفدتوا وحطيتوا ايديكم على بعض المفاتيح المهمه في جهادنا الروحي في السكه اللي ماشيينها الى ان نتغير الى تلك الصوره عينها. نفسي قبل ما نختم البرنامج الدكتور أوسم يصلي من أجل كل المشاهدين اللي طلبوا صلاة أو اللي جواهم صلاة وما اتصلوش يقولوها، أن ربنا كده يكون بيوصل ليهم وبيسدد الاحتياجات بحسب احتياجاتهم المختلفة. عيناك فقط هي التي ترى حالة القلب، عيناك هي التي تفرق بين الحقيقي وغير الحقيقي. يا رب بين إيديك صراعات البشر كلهم، ولا سيما اللي شافونا واللي بيصارعوا في المنطقة اللي احنا بنتكلم فيها. مين يا رب؟ صراعات الإنسان اللي بيدور حوالين نفسه وعايز يوصل. صراعات الإنسان الخايف وعايز يطمن. صراعات الإنسان اللي شاعر بالعجز وشاعر بالفقر وعايز ياخد. عايز يحس بالأمان. يا رب أنت افتح العيون. أمين يا رب. أمين. ليرى الإنسان فشله وعجزه. أمين يا رب. وافتح العيون أيضا ليرى الإنسان قوتك وحبك. وحنانك وقدرتك أن تلدنا من جديد. عند نهاية خط محاولاتنا رب نجدك واقفا تحملنا وتذهب بنا إلى الحياة، وعندئذ تجعلنا نعمل ليس عمل من يريد أن يعمل لكي يصل، لكن عمل من وصل ويريد أن يعبر عن حياته بالعمل. بارك اسمك ومبارك. أمين أمين. ربنا معاكم، ونتمنى نشوفكم في الحلقات الجاية أو نتقابل معاكم على الهوا في الحلقات الجاية. ربنا معاكم ويشجعكم ويعزيكم، امسكوا في كلمة ربنا، تمسكوا بالمكتوب، تمسكوا بالحق اللي يقدر يحررنا. ربنا معاكم.